اهلا وسهلا بكم في اخبار كريم. الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن خبر عند نادي الزمالك، النادي الملكي، النادي الابيض، نادي بطل الدوري العام المصري في العام الماضي. ودايما نادي الزمالك في الفترة الاخيرة بيمتعنا بكرة قدم جميلة، وكل الناس بتستنى مباريات نادي الزمالك من حلاوة المباريات ومن الحلويات اللي بيقدمها نادي الزمالك في مدرسة الفن والهندسة في الدوري العام المصري. ونادي الزمالك حتى الآن متصدر الدوري العام المصري، ولو فاز في هذا الموسم سيكون الموسم الثاني على التوالي في الفوز بالدوري العام المصري. وهنتكلم في الخبر اللي معانا النهاردة ان احمد السيد زيزو يعتذر لياسر ابراهيم بسبب صورة من القمة. ودلوقتي هنبدأ بتفاصيل الخبر. بدأ نادي الزمالك الموسم بداية قوية جدا، وهو مازال حتى الان في صدارة الدوري العام المصري. احمد السيد زيزو هو هداف الدوري العام المصري حتى الان، وفي نفس الوقت بيسعى للحفاظ على لقب بطولة الدوري العام المصري. وكان صدر من احمد السيد زيزو صورة نزلها على الانستجرام فيها اساءة للكابتن ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي، مما اثار ان في مشكلة تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصورة، ويحصل تراشق ما بين الجمهورين بسبب كل من احمد السيد زيزو وياسر ابراهيم. وحس لاعبنا المحترم احمد السيد زيزو ان هو غلط، فقرر ان هو يعتذر. ودلوقتي هنبدأ في تفاصيل الخبر ان قدم احمد السيد زيزو نجم الزمالك اعتذار لياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي بسبب صورة نشرها من مباراة القمة الاخيرة في نهائي الكأس تسخر من ياسر ابراهيم. وكان الزمالك زي ما احنا عارفين اتغلب على النادي الاهلي بنتيجة 2-1 في مباراة اتلعبت الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2020-2021، ليحصد نادي الزمالك اللقب 28 في تاريخه في الكأس. وتألق زيزو في المباراة وسجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، وكان أحد أبرز نجوم المباراة. وأعاد زيزو عبر ستوري انستجرام صورة معدلة من مباراة القمة تسخر من ياسر إبراهيم، مما أثار الجدل في الساعات القليلة الماضية. لكن هداف الدوري العام المصري حرص على نشر اعتذار لياسر إبراهيم عبر نفس النافذة، حيث كتب اعتذار واجب لياسر إبراهيم الذي أحبه وأقدره عن الصورة التي نشرتها. وأضاف زيزو: لم أكن أقصد إعادة نشر الصورة. وانفرد زيزو بصدارة هدافي الدوري العام المصري برصيد 13 هدف بعدما سجل في شباك سموحة في مباراة الأمس اللي كانت بتقام من بارح، وتغلب فيها نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. أحرز الهدف الأول أحمد سيد زيزو، والهدف الثاني أحرزه سيف الدين الجزيري. في النهاية الرياضة أخلاق قبل ما تكون أداء. وزي ما احنا عارفين إن جمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الزمالك الاتنين إخوات وحبايب، بعيدا عن إن هما يواجهوا بعض، ومش بعيد إن هما يتراشقوا مع بعض بالإفيهات سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك، ولكن في النهاية كلنا إخوات وحبايب. أنا ليا أخ أهلاوي وأنت ليك أخ زملكاوي، فكل عيلة بيبقى فيها الأهلاوي والزملكاوي. فالرياضة أخلاق قبل ما تكون أداء زي ما قلنا.
واللي عمله احمد السيد زيزو طبعا شيء يحترم عليه وشيء نشكره عليه، ان هو طيب خاطر زميله سواء في الفريق الخصم، ولكن هو زميله في الوقت في الاول وفي الاخر، وفي النهايه زي ما احنا عارفين ان هم اخوات وحبايب بره الملعب، بيسهروا مع بعض وبياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض ويخرجوا مع بعض وفي المنتخب بيبقوا مع بعض. فعلى الجميع ان هو يتوخى الحذر من التعصب القروي، لان الاهلي والزمالك هما الكره المصريه وهما اساس الكره المصريه. لو اردنا ان الكره المصريه تتطور في الفتره القادمه، على الاهلي والزمالك ان يكونا يد واحده، والا يفرق بينهم اي شيء سواء السوشيال ميديا او الكلام المهاترات اللي بيحصل في ما بين الجمهور وبعضها. في النهايه احنا كلنا اخوات وحبايب وكلنا مصريين، في النهايه كلنا بنلعب تحت رايه علم منتخب مصر، فعلينا جميعا ان نحترم هذا العلم وان نقول لا للتعصب كما قالها محمد صلاح في تصريحات كثيره في بطوله كاس الامم الافريقيه، ان كلنا واحد، اهلاوي زملكاوي اتحاداوي اي نادي، احنا كلنا في النهاية بنمثل مصر. في النهاية شكر موصول لأحمد سيد زيزو على اللي عمله مع ياسر ابراهيم، وفي نفس الوقت بنشكر كل واحد بعيد عن التعصب القروي سواء جوه النادي الاهلي او جوه نادي الزمالك، وعايزين كلنا نرفع شعار للتعصب. ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات لا للتعصب لا للتعصب لا للتعصب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال، سواء كنت اهلاوي او كنت زملكاوي، مادام متابع اخبار كريم تحياتنا ليك.